يظهر عنا يرحل عنا. احنا انت مش عايشين في امان، احنا عايشين في حصار. احنا لو متنا احسن، انا لو متت وما شفتش هذه الحياه اللي بتصير فينا نتكتل. احنا ما بنشوفش الا الموت والاصابات والجرحى. بس على التلفزيون بلاقيش الا تشييع جنازات ولا قصف ولا دبابات. بلاقيش برامج اتسلى عليها، بلاقيش صور متحركه، بلاقيش برامج اتعلم منها. كل تشييع جنازات ودبابات، قصف دبابات وطيارات. ليش بيسووا فينا هيك الشعب الإسرائيلي؟